السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي كده يا جماعة الخير. في بداية الفيديو ما تنسوش تذكروا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النهاردة بقى فيديو، النهاردة وروتين النهاردة هيبقى محزن جدا جدا، يعني بالنسبه لي وبالنسبه لحبايب ندى بقى اللي هم بيزعلوا على حاجه ندى وبيزعلوا على زعل ندى كده. هو الفيديو النهارده مش هيبقى سعيد زي الفيديو بتاع امبارح واول. الحمد لله، يعني بصوا الواحد ربنا يمكن بيصبره بيعوضه خير بالحاجات الحلوه اللي بتحصل. يعني بصوا صدمه وفرحه، صدمه وفرحه، صدمه وفرحه، هي دي الحياه وهي دي الدنيا وهي دي الطيور بتاعتنا وهي دي الشتاء، هي دي الشتاء، يوم حلو ويوم وحش. انا عايزه اقول لكم النهارده الجو هوا جدا وساقعه جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا طلعت لهم بالليل للكتاكيت بتاعتي. طبعا انتم ملاحظين ان في 2 جميزه بس اللي موجودين، كتكوتين جميزه بس. طبعا طلعت لهم بالليل لقيت الكتاكيت بتاعتي تعبانه ولقيت دوت كده. بصوا هو ما كانش قادر يقف على رجليه بس كان صاحي وفي الروح، فرحت جاري رحت للدكتور البيطري، رحت للدكتور البيطري وقلت لهم على حالتهم. طبعا اسهالات، وطبعا كنت مصوره كتكوت عزكم الله من ورا كده عشان يشوف الاسهالات بتاعته. طبعا الكتكوت يسهل ما يقدرش يقف على رجليه، وده التاني دخل على تعب برضو. شوفوه هو بيبان عليه، سبحان الله الكتكوت بيبان عليه. ده طبعا الكتكوت اللي كان مع الفراخ الكبيره، طبعا مش عايز يكبر مش عارفه ليه، فقلت اجيبه هنا يعني وكده كده في حجمه ما علينا منه. المهم طبعا رحت للدكتور قلت له عندهم اسهالات من يوم ما جبتهم بيسيلوا عندهم اسهالات. طبعا الدكتور قال لي كده عيب في الكتكوت نفسه، طلع الكتكوت مش درجه اولى. يعني الكتكوت مش نظيف. بسم الله بسم الله بسم الله. فقلت له طب العمل؟ صراحه هو الدكتور بيقول لي شوفي، طبعا انا هو زعل مني طبعا انا جبت من بره، بس انا قلت له اجرب 10 كتاكيت بس. فما علينا يعني. قال لي يا ام نور انا لو حاجه زي كده حتى لو الكتكوت عندي نظيف ومن عمري يوم الكتكوت جاي لي بيسهل وتعبان كده، لو واحده جت قالت لي كتكوتك كتكوت تعب بعد بيومين 3-4 بقول لها كتكوت يلزمني وفلوسك تلزمني. فانا صراحه ما رضيتش اعمل كده. هروح اتكلم وبتاع. وانا اتصلت بالشخص اللي انا جبت منه، الدكتور اللي انا جبت منه الكتاكيت ديت، فهو قال لي لا ده الكتكوت نظيف ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه. ما علينا، قلت خلاص يا بنتي ندى ايه اعرف صاحبك وعلم عليه. طبعا انتم ملاحظين ان في واحد ميت تاني هناك اهو. بص انا عايزه اقول لكم ان انا والله جبت لهم العلاج امبارح اهو، جبت لهم العلاج امبارح وحطيت لهم في الميه. طبعا انا قلت للدكتور عايزه رافع مناعه مستورد، بس للامانه قال لي المستورد ب 90 جنيه ام نور، ال 50 جرام ال 100 جرام ب 90 جنيه. فطبعا هيبقى غالي جدا عليا. قلت له خلاص، قال لي المصري برضو حلو. جبت لهم رافع مناعه وقلت له بقى انا عايزه مضاد حيوي للاسهال قوي، مش عايزه نوع واحد. انا قلت له انا قلت له حط لي النوعين دول على بعض، النوعين دول هي ندى، النوعين مضاد الحيوي دول الكوليسترين واموكسيلين. طبعا كل جرام من كوليسترين قصاده جرام من الاموكسيلين، اموكسيلين اموكسيلين وكوليسترين. ده يعني لو هتجيب الاثنين على بعض كل جرام من ده، يعني لو هتجيب 5 جرام من ده يبقى 5 جرام من ده التاني عليه، 5 جرام قصاده 5 جرام، الاثنين مع بعض بيبقوا ممتازين حلوين جدا. عايزه اقول لكم ان انا جبتهم وطلعت حطيت لهم في الميه بالليل. بصوا السرنجه اهي والله جبتها معايا امبارح بالليل، ومسكت كتكوت كتكوت وقعدت اديلهم في بقهم اديهم. قلت يعني عشان هم ايه لو هيشربوا حاجات صغننه ولا حاجه اديهم، لا انا بالسرنجه تلحق تعمل مفعول معاهم ولا حاجه، يمكن ربنا ايه لو لينا نصيب فيهم هيعيشوا، ما لناش نصيب فيهم خلاص. فده اللي حصل بالليل، جبت لهم المضاد الحيوي والرافع المناعة. تقريبا ده تقريبا ب 35 جنيه، ده 35 او ب 30 في الحدود دي.
الناس يا جماعه اللي عماله تقعد تقول لي انت بتقولي بحط كذا وبحط كذا، انا امبارح واول امبارح كل اللي انا بقوله لكم انا ما فيش جرامات ولا في معالق ولا في حاجه احط بيها ولا عيب ولا اقول لكم بيها. ليه؟ لان انا كنت بحط لهم برشام، برشامه من فلاجيل على برشامه من انتينال، دي محتاجه جرامات ومش محتاجه، مش محتاجه، انا بقول برشامه وبرشامه الموجود عندي بحطه. وجبت لهم البرشامه الخضراء دي زي ما شفتوا امبارح في الفيديو بتاعي امبارح والفيديو بتاع اول. الناس داخله لي على التعليقات تقول لي قولي بتحطي قد ايه، انت بتقولي بحط كذا كذا كذا، ما بتقوليش المعيار قد ايه. طب ما انا بقول يا جماعه برشامه، البرشامه دي مش مقدار عندكم، هي بتتجاب من الصيدليه برشام، الانتينال برشام اللي كان عندي اللي حطيت منه، حتى بدور لكم على الكبسوله اللي فضيتها والله حتى ما لاقياها، يعني هي كانت هنا برضه بس مش لاقياها. فبالله عليكم يا جماعه اسمعوا الفيديو بضمير يعني وبذمه، الناس اللي تخش تسمع لقطتين كده وتخش تكتب كومنت، لا انت لو تابعتوا الفيديو بذمه كده وسمعته حلو هتشوفوا ان انا قايله برشامه وبرشامه، بفتح برشامه افضيها وادق برشامه من الفلاجيل عليها. ده التعليق اللي جاني على الفيديوهين بتوع امبارح، انا ما حطيتش الفيديو بتاع امبارح واول ما حطيتش ادويه ليهم غير الفلاجيل والانتينال والبرشامه الخضراء، وده كله برشام بفتحها افضيها والبرشامه بدقها واحطها، فين المعيار؟ مش محتاجه معيار. فبالله عليكم يعني الواحد ايه، اهي بصوا انا عماله اقول لكم بدور لكم على واحد، اهي كبسوله زي كده اقول لكم المعيارين، بقول لكم هاتوا كبسوله زي كده وبفتحها افضيها، فين المعيار؟ مش محتاجه معيار. فما علينا الحمد لله. بصوا طبعا انا عملت ايه دلوقتي في الميه بتاعتهم، انا حطيت لهم سقوه من المضاد الحيوي وسقوه من رافع المناعه، رافع المناعه سنتي، هو قال لي سنتي او 2 سنتي الدكتور على لتر، سنتي او 2 سنتي على لتر، بس انا عشان اطلع كل شويه اغير الميه واغسلها عشان مطرح مثلا الاسهالات زي ما انتوا واخدين بالكم لسه حاطاه، بصوا بيعملوا حمام عليها، فانا شلت السقايه كبيره وبتفضل قدام يوم كامل، هم كام كتكوت يتعدوا على الصوابع يعني كده، فمش محتاجين سقايه كبيره. انا كده كده رجليا على السطح كل شويه، فحطيت من الطاجن ده صغنن، الطاجن دي بتاع عصافير اصلا، حطيت هنا سوا من الرافع وسوا من المضاد الحيوي الخلطه اللي احنا جايبينها طبعا. وجبت علاج تاني ده برضه انا حط، هو انا فاتحاه عشان حطيت لهم منه امبارح والنهارده. بصوا هنقفل على دول بس دلوقتي كده، انا مليت الميه للفراخ بس نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، لمبه وقعت، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ارفع اللمبه بس كده. ايه بصوا بس يا جماعه ما تنصدموش، ما تنصدموش، النهارده قلت لكم الفيديو مش هيبقى ممتع بالنسبه لنا زي كل يوم، ف الحمد لله. بصوا البط ما كانش تعبان ولا في اي حاجه خالص، ده انا العلاج اللي انا جايباه والله وربنا جايباه عشان الفراخ، الفراخ بتاعتي اهي، الفراخ بتاعتي لما بقيت بقالي 3 4 ايام ارمي كل يوم اتنين، واحده عيانه تكش تركن على جنب تمنع اكل، فقلت هما بردانين، حتى دخلتهم هنا ما بقتش بقيت الفراخ لوحدها بره والبط لوحده، انا بقيت بصوا والله رحت جبت لهم اللمبه دي امبارح الساعه 12 بالليل وحطيتها هنا، حتى في فرشه في الارض اهي فرشت لهم فرشه. استنى بس نقلب العلبه دي، مش عارفه عندي احساس ان انا، طب الحمد لله كنت احسب كتكوت تحتها. فرشت لهم فرشه في الاوضه ديت وحطيت لهم اللمبه ونزلت لمبه زي ما انتوا كنتوا شايفتوا اول ما فتحت الفيديو كده، بس هي وقعت اول ما فتحت الباب، وبقيت حطيت الفراخ مع البط في الاوضه دي ببيتهم هنا مع بعض، قلت الاوضه في قلب اوضه متعرشه ودفى شويه لان الجو صراحه اليومين دول ساقعه، قلت يدفوا بعض يعني نفسهم مع بعض كده يدفوا بعض، ومضمونه صراحه يعني العشه دي مضمونه شويه بالنسبه لي عن اللي بره، وسبتهم مع بعض بفرشه طول النهار بقى في الاوضه هنا بالاكل والميه زي ما انتم شايفين. طبعا انا عارفه ان هم عطشانين، فقبل ما افتح عليهم انا حطيت لهم العلاج المضاد الحيوي اللي انا جايباه، حطيت لهم سقوه فيها مضاد حيوي وسقوه، طبعا لو تلاحظوا هشوف لكم بس ايه اوريكم الحمام بتاعهم،
بصوا الحمام ده من امبارح اعزكم الله. بصوا لما تلاقوا طيور عندكم الحمام بتاع زي دم كده احمر زي الدم كده يعرفوا ان هم عندهم كوكسيديا. كوكسيديا دي لا قدر الله بعض الشر عن طيوركم يعني وعن اللي عنده حاجه. الكوكسيديا دي بتيجي بتموت الطير ان ما لحقتوش زي ما شفتوا طبعا معانا في خلال الثلاث فيديوهات اللي فاتوا كل يوم نرمي اتنين فرختين فرخه. فطبعا الخلطه دي اهي الخلطه دي جايبها لهم برضو دي خلطه كده ب 30 جنيه دي طبعا امبريليا وسلفة وكف ثلاثة اهي. انت لو رحت قلت علاج للكوكسيديا سايب فهو ده علاج الكوكسيديا امبريليوم وسلفا وكف ثلاثة دي خلطة على بعضها ب 35 يا اما ب 30 برضه. جبتها للفراخ الكبيرة انا وحطيت لهم بالليل والبط كان كويس وتمام وزي الفل. انا ببص بفتح عليهم الصبح كده اطمن عليهم لقيت المنظر ده قدامي كده. دي بطاية من الكبار يا جماعة بصوا من اللي هم الكبار دول. انا مش عارفة يعني في ايه وادي المكان اللي بيبيتوا فيه زي ما انتوا شايفين فرشه في الارض. حتى الفراخ لقيتها حبه تبات على حاجات عاليه كده حطيت لهم القفص يبيتوا عليه وحطيت البرنيكه اللي هناك دي يبيتوا عليها. طبعا انا حطيتش اكل دلوقتي انا بس ايه قلت يشربوا بس من العلاج الاول اهو وبعدين هنزل لهم بالعلف دلوقتي. طلع ده بره المهم الواحد والله يا جماعه ما عارف يقول ايه. انا اعرف ناس والله بتجيب الطيور ترميها على السطح من غير عشه ومن غير اي حاجه ولا بيجيبوا ادويه ولا بيجيبوا ده. هم بيستغربوا لما انا بقول لهم انا بجيب علاج يقولوا لي مثلا ده الفراخ حاسين ان هي كشه كده اقول لهم هاتوا مضاد حيوي وهاتوا علاج تنفسي هاتوا رافع مناعه هاتوا كذا. هما بيستغربوا لي ست ولا علاج ولا بتاع خليها على الله ويسيبوا الحاجه بس ربك يرزق يعني ربك الرازق وربك العاطي. ف بصوا النهارده صراحه الفيديو بالنسبه لي مش ممتع خالص. الواحد والله ما ليه نفسي يصور الواحد حاسس ان هو كده مهموم ومالوش نفسي يصور. فالحمد لله برضو كل يسبنا الا ما كتب الله لنا ولعله خير ان شاء الله. بس انا مستغربه يعني البط ما فيهوش اي حاجه خالص البط ما فيهوش اي حاجه وكان وده من الكبير ده بط مقفل يعني شايفين البط مقفل ما مش عارفه فيه يا جدعان. اقول لكم مثلا بيردوا ولا حاجه ده هم في الاوضه جوه ورحت جبت لهم اللمبه بالليل قلت عشان التدفئه وبتاع قلت الفراخ مع البط يدفوا بعض. بس الحمد لله الحمد لله هنقول ايه غير الحمد لله كل مكتوب. رايحين فين؟ واحد زعلان قوي على الفراخ الجميزه دي ده هم اربع كتاكيت اللي جبتهم يعني الحمد لله. عايزه اقول لكم برضو الروميه امبارح بالليل ما لقيتش بيض والنهارده برضو فتحت عليها كده ما لقيتش بيض. بس لما انا ما دخلتش شفت الوزه نفسي اتصدت كده لما شفت الفراخ الجميزه صراحه ما دخلتش شفت. الجو هوا جدا النهارده فمش هسيب بط ولا سايب حاجه بره. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. دي لسه ما بض دي بتبيضها بالليل يا اما الصبح بدري دي هنلاقيها بكرة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله شايفين ما شاء الله اللهم بارك. بصوا مغطية الوز يا قصدي الوز مغطي البيضة ما شاء الله اللهم بارك شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا هي صاحبة القش كل القش اللي كان هنا هي سحباه والتانية برضو سحبت شوية ومغطيين البيض. هخليه كده طبعا هدخل الوز برضو انا مليت لهم مية بره هنا لوحدهم والرومي برضو هدخله مش هسيبه. الحمد لله هنطمن على الحمام
الواحد صراحة بقى يطلع يخاف يفتح على الحاجة، الواحد بقى بيخاف يفتح على الحاجة كده ويشوفها. بسم الله، مش عايز. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. مش لاقيين اكل، داخلين نقروا في الحمام. نقفل عليه. طبعا انا مجهزة الخلطة بتاعتي، البرسيم والبطاطا، هندخل الوز مكانه، ندخل الرومي، نبدأ نحط لهم الاكل. بسم الله. طبعا عايزة اقول لكم برضو في خبر ثالث لسه مكتشفاه حالا، انا بشوف الطيور بتاعتي وبعدها كده وبطمن عليها وبشوفها، البطاية مش لاقياها، للأسف البطاية مش لاقياها. في بطاية انا كان عندي ثلاثة نتش، ادي نتاية، النتاية دي والنتاية اللي جنب الدكر جوه دي، وكان في نتاية تاني بلدي صافي اسود فابيض، مش لاقيها للاسف. هخلص الفيديو معاكم وانزل ادور عليها بقى، وانا وحظي بقى، وانا ورزقي، لقيتها ما لقيتهاش يعوض ربنا. بسم الله. ما شاء الله، اللهم بارك. الواحد نفسه تسدد يا جدعان، الواحد نفسه تسدد وربنا. ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يبارك لنا في امنا، ربنا يبارك لنا فيها. طبعا الكتاكيت بتاعتي كده خلاص، انا حطيت لها سقوتين الميه وخلاص على كده، ما شاء الله بياكلوهم. بسم الله ما شاء الله. بس انا بحط بس دي كده هناك، عشان يعني لو في ساعة ولا حاجة كلهم بيقفوا وراها كده يدفوا نفسهم. طبعا دول 8 كتاكيت اللي فضلوا، 8 من كام بقى، كنت مشتري 10، واتنين اللي طلعوا من تحت الحمام 12، والاربعة جميزة 16، 8 ماتوا. ربنا يبارك لنا في الباقي. البطاية دي بص انا لو ملقتهاش هزعل بجد، يعني هزعل بجد ان ملقتش البطاية دي. طبعا انا جهزت العلف للفراخ الصغيرة، ورميت حبة علف بس بصوت كده للفراخ الكبيرة، مش نحط لهم بقى عشان هما هتلاقوهم جعانين، عشان نلحق ننزل ندور على البطاية. Ha ha ha.
ده اللهم بارك. انا جايبه للحمام بتاعي بقى النهارده طبعا عيش ناشف، دقلهم عيش ناشف. تعالى بس نوسع المكان كده شويه. بسم الله ما شاء الله. طبعا تعالى نحط الحمام بقى عشان نبقى خلصنا شربنا. بسم الله بسم الله ما شاء الله. ادعوا لي يا جماعه كده لما انزل ادور على البطايه، ادعوا لي بس يعني تسالوني في الكومنتات بالليل كده اقول لكم الحمد لله لقيتها، يعني اتمنى ذلك، يعني اتمنى عشان انا صراحه بصوا اليومين دول الحمد لله، يعني الحمد لله رضيت بقضائك يا رب، رضيت بقضاء ربنا الحمد لله. كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا الحمد لله. هختم معاكم الفيديو من عند الحمام هنا عشان بس الحق ادور على البطايه، ويا رب يا رب الاقيها، اتمنى ذلك يعني اتمنى ذلك. استنوني بكره فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.